طيب على ذكر النادي الأهلي وعلى ذكر نجوم النادي الأهلي، وفي مننا أجيال حضرت وعصرت لعيب استثنائي حتى على صعيد الكاريزما، بعيدا كمان عن إمكانياته الفردية ومهاراته الفردية إلى آخره. وقت ما جه النادي الأهلي في زمن من الأزمنة كان في حالة استغراب، لأن ما شفنالوش أمارة قوي في ذلك الوقت، لدرجة إن كان في ناس كتير ابتدت تشكك في جدوى هذه الصفقة. وينتهي المطاف بأن هذا اللاعب يصبح من أساطير النادي الأهلي ومن أكثر الشخصيات الأهلوية محبوب على كل المستويات وعلى كل الأصعدة ومن كل من هو متابع للنادي الأهلي. امبارح اللاعب الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الفريق السابق زار النادي الأهلي وشاهد كمان مران الفريق الأول، وطبعا بطبيعة الحال استرجع ذكرياته الحلوة مع النادي الأهلي. فلافيو بيزور القاهرة حاليا للمشاركة في فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا اللي أقيمت ظهر أمس الأول، وطبعا حصلت مواقف لطيفة كتير معاه. خلونا نشوف من خلال التقرير ده جانب من زيارة فلافيو للنادي الأهلي. فلافيو يمكن مش كل الاجيال حضرته ومش كل الاجيال تعرفه زي ما كريم كان بيقول، بس لو انت دورت او سالت هتعرف ان هذا اللاعب يعني الفتره اللي هو قعدها في النادي الاهلي يمكن من الفترات اللي كانت جميله جدا، واللي هو كلاعب قدم فيها كتير جدا، وفي نفس الوقت الاهلاويه حبوه قوي جداً. يعني في لعيبه ان الجماهير بتاعت النادي الاهلي بترتبط بيهم فعلا، فلافيو كان من الشخصيات دي. وكمان لما تيجي تشوف بعد كل السنين دي وفكره ان انا اكون متواجد في نفس البلد للنادي اللي انا كنت بلعب فيه واللي ليا ذكريات كبيره وانتصارات وغيره، جاي بزور هذا الكيان عفوا، بتلاقي لا في انتماء. الحته الانتماء دي ده معناه ان انت بتحترم هذا الكيان وبتنتمي لهذا الكيان. وعلى الصعيد الثاني الكيان ده ما بينساش ولاده مهما عدت السنين ومهما مرت، والذكريات الحلوه هي اللي بتخليك تعود مره ثانيه. فيعني انا شفت ده مشهد حلو جدا بصراحه، جدا جدا جدا. وفلافيو ما شافش مجد زي الفتره اللي كان مقضيها مع النادي الاهلي، لعيب استثنائي ومحبه الجماهير دي كمان محبه استثنائيه. يعني فلافيو عمل كتير مع النادي الاهلي وكان ليه يعني ايادي بيضاء كثيره الحقيقه. يعني لو بس وقفنا عند تفصيله انه تقريبا هو اول لاعب محترف اجنبي يعني يسجل في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي كان امادو فلافيو. فلافيو كان ليه ستايل لوحده كده وكان في حته لوحده، ولما يكون يعني لما يكون بيشارك في اي مباراه ويكون فايق بالمعنى الحرفي، لا كان بيقلب الموازين الى حد بعيد. الحقيقه شخصيه استثنائيه في تاريخ النادي الاهلي، فين ايامه الحلوه وكانت رقبته تلف لك 90 درجه. يعني انا فاكره كابتن ميمي الشربيجه يقول لك رقبته على معموله على رومان بيلي حاجه زي كده، كان دايما يقول كده. فهو دي كانت ميزه عنده او حاجه، قدرات مختلفه.